صافا هو كان على المركز الثالث طبيعة الحال، ف لعبنا يعني باش كي حنا كفريق عين توتا يعني باش نضمن الفريق المركز الثالث على الاقل نكونوا في البوديوم بعد المجهودات الكبيره اللي بدناها هذا الموسم والحمد لله. المرتبه الثالثه هذه يعني خسرنا مقابله اللي ما كانش لازم نخسرها، مقابله واحده خسرنا اللي ولكن نغتنم الفرصه بان هني فريق البرج على التتويج تاعو باللقب، يستاهل، فاز على احسن الفرق، فاز عليهم كلهم. فيما يخص المشاركه، فريق مرسي كده بالمرتبه هذه تاهل الى البطوله العربيه التي ستجرى بالكويت في شهر سبتمبر المقبل ان شاء الله. راح نوجدوا لها رغم انها تكون في بدايه السنه، ولكن راح نوجدوا لها كما يلزم باش يعني نديروا دوره كما يلزم. والله كانت مباراه صعبه امام صاحب المركز الثاني الموسم اللي فات، كان لعبنا مع مافينا العام اللي فات وما توفقناش في المباراة، لا قبل العام الجاي ان شاء الله. ديماج اليوم الماتش كان ابري لا ديفات تاع البارح اللي راح لوبجيكتيف تاعنا سيتي نغارديو لو تيتر تاعنا تاع العام اللي فات، سيتي ديماج سي بور سا ما كناش كاع في الماتش. ايه معليش ان شاء الله خير عافيه غير